الخير مشاهدينا واهلا بكم الى النشره الجويه نستهلها بمقاييس الامطار المسجله خلال ال 24 ساعه الماضيه. بمدينتي ورزازات والراشيدية سجل 20 مليمترا، بزاغورة 7 مليمترات، تازة وتوريرت 6 مليمترات، إزقان 5 مليمترات، بالصويرة والحسيمة 4 مليمترات، مليمترين بالناظور ومليمتر واحد سجل بتزميت. وفي صورة الساطل لهذا اليوم أجواء غائمة وممطرة بالمنطقة الشرقية وبالمناطق الأطلسية مع ثلوج بمرتفعات الأطلس الكبير. أما غدا بمشيئة الله فالأجواء ستبقى باردة بالمناطق الأطلسية بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، هذا ومن المتوقع نزول أمطار متفرقة خلال الليلة الموالية بأقصى الشمال الغربي وبشمال المنطقة الشرقية. أما درجات الحرارة الدنيا ستصل مقيسها إلى درجة واحدة ببولمان، درجتين بإفران، 6 درجات ستسجل ببعرفة، 7 درجات مرتقبة بفيقيق، 8 درجات بتازة، 11 درجة ستسجل بالناظور والحسيمة، و14 درجة بسبتة، طنجة والعرائش. خلال الظهيرة ستسجل 26 درجة بمدينة مكناس، 25 درجة بفاس وتونات، 24 درجة بوزان، 23 درجة ستسجل بوجدة، و22 درجة بسعيدية. وبالمناطق الوسطى الأجواء ستكون غائمة مع أمطار متفرقة، ستهم خصوصا السفوح الجنوبي أو المناطق الجنوبية الشرقية مع تساقطات ثلجية مرتقبة بإذن الله بمرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الجنوبية الشرقية. درجة الحرارة الدنيا ستصل مقيسها إلى درجتين بورزازات وتنغير، 4 درجات بمدينة ميدلت، 5 درجات ستسجل بالراشيدية، 7 درجات بأرفود وزاغورة، 9 درجات ستسجل بمراكش، طاطا وسيدي إفني. خلال الظهيرة مرتقبة 26 درجة بأكادير، تارودانت وقليميم، 24 درجة ستسجل بمراكش، و23 درجة بمدينة بني ملال. شمال الأقاليم الجنوبية الأجواء عموما ستكون مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا، درجات الحرارة أدناها ستصل إلى 9 درجات بسمارة، 10 درجات ببكراع وطنطان، 13 درجة ستسجل بطرفاية، و14 درجة ببشدور. خلال الظهيرة مرتقبة 27 درجة بقلت التزمور، 26 درجة بالعيون، 25 درجة ستسجل ببكراع والسمارة، و24 درجة بالزاق. بأقصى جنوب المملكة الأجواء عموما غائمة جزئيا مع احتمال بعض القطرات المطرية، درجة الحرارة الدنيا ستصل مقيسها إلى 13 درجة بالدخلة وبر إنزران، 15 درجة ستسجل بأوسرد، و17 درجة بالقويرة. خلال الظهيرة مرتقبة 29 درجة ببر إنزران، و24 درجة ستسجل بالدخلة والقويرة. أما حالة البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل الواجهة المتوسطية وأيضا بسواحل الواجهة الأطلسية، وسيكون البحر هائجا بسواحل البوغاز. شروق الشمس على الساعة 8:07 والغروب على الساعة 7:14. وخلال يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله أجواء غائمة جزئيا بالمناطق الشمالية والوسطى بالأطلس بالجنوب الشرقي وأيضا بالمنطقة الشرقية مع تساقطات ثلجية ستكون عموما ضعيفة بمرتفعات الأطلس الكبير. يومي الثلاثاء والأربعاء الأجواء ستكون ممطرة خصوصا بأقصى الشمال الغربي بشمال المنطقة الشرقية بالجنوب الشرقي بالأطلس وأيضا بالمناطق الوسطى مع انخفاض مهم في درجات الحرارة بالمناطق الأطلسية. الأجواء ستبقى متقلبة إلى غاية يوم السبت المقبل بحول الله مع احتمال تساقطات مطرية بالمناطق الشمالية والوسطى وأيضا بالأطلس والمنطقة الشرقية.